يقول هذا السائل أبو عمار شيخ: حدثوني عن مكانة التوحيد من بين سائر العبادات، وما فضل التوحيد مأجورين؟ التوحيد هو الأساس، الأعمال ما تقبل إلا مع التوحيد. أما إذا كان هناك شرك بالله عز وجل فإنه لا يقبل عمل، الشرك والكفر لا يقبل معهما عمل. قال الله جل وعلا: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أعمال المشركين وأعمال الكفار التي لم تبنى على عقيدة صحيحة. نعم.